من الميادين أهلا بكم وإلى العناوين. مع تقدم القوات المسلحة اليمنية على مختلف محاور جبهة الجوف، السعودية تعلن تنفيذ عملية نوعية في الصليف شمال غرب الحديدة. وسائل إعلام غربية تتحدث عن اعتقال 20 أميرا في السعودية وعملية قمع أمنية واسعة لمؤيديهم. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يبحث في العراق العلاقات المشتركة والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. بايدن يتعهد بعدم تحويل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إلى هجمات متبادلة مع ساندرز، والأخير يصفه بالصديق. شفاء أكثر من 57 ألف شخص في الصين من فيروس كورونا، وإغلاق مستشفى ووهان المؤقت بعد خروج جميع مرضاها. وفي اليوم العالمي للمرأة، الأمم المتحدة تؤكد أن تحقيق المساواة أساس بناء عولمة عادلة. أهلا بكم. تواصل طائرات التحالف السعودي استهدافها مديرية الصليف شمالية غربي مدينة الحديدة غرب اليمن. التحالف كان أعلن بدء تنفيذ ما قال إنها عملية نوعية في المنطقة، وتدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وأطلاق الزوارق المسيرة عن بعد، وكذلك الألغام البحرية، زاعما أنها منشآت تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب بحر الأحمر. وبعد التقدم النوعي للقوات المسلحة اليمنية في الجوف، هاجم عبد الله نعمان الأمين العام للتنظيم الناصري في اليمن وأحمد بن دغر مستشار هادي ورئيس حكومتها السابق، هاجم هادي ونائب علي محسن الأحمر والتحالف السعودي. تقرير أحمد عبد الرحمن. سيطرة قوات صنعاء على محافظة الجوف شرق اليمن تقلب المعادلات العسكرية والسياسية على نحو واضح، وتدفع الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي ناصر عبد الله نعمان إلى اتهام هادي بالانقلاب على الشرعية والتوافق، كما وصف نائبه علي محسن الأحمر برجل الهزائم وتاجر الحروب وقائد المجموعات الإرهابية، إضافة إلى اتهام حزب الإصلاح باستغلال مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من تعز ومأرب إلى الجوف ومحافظات أخرى. هجوم شنه نعمان من قلب مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة هادي والتحالف وحزب الإصلاح، مذكرا بالموقف القديم لتنظيمه الرافض للتدخل الخارجي. كانت الكارثة عندما أقدم الرئيس عبد الرب منصور هادي على الانقلاب على التوافق بأن أتى برجل بديل له في السلطة في موقع نائب رئيس الجمهورية، تاريخه مليء بالهزائم والفشل، تاجر حروب، قائد لجماعات إرهابية. هجوم نعمان لم يتوقف عند هذا الحد، فقد قال إن وجود علي محسن الأحمر على رأس الجيش هو سبب الهزائم والخسائر المتتالية التي لن تتوقف عند محافظة الجوف، وهو ما أكده مستشار هادي ورئيس حكومته السابق أحمد بن دغر الذي قال إن سقوط الجوف قد يغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية بسبب الانقلابات المتتالية على الشرعية، والتي بسببها سيتم تلقون هزيمة تاريخية نكراء. فشلت قيادة الشرعية في إدارة الدولة، ولم تستطع أن تقدم الخدمات ولا أن توفر الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة. مواقف جديدة تأتي بعد سنوات من الصمت وتأييد تحالف الحرب السعودي الإماراتي والوقوف في صف هادي وحكومته وحزب الإصلاح، ما يعني أن حكومة هادي وتحالف الحرب باتا على مفترق طرق كلها تؤدي كما يبدو إلى الهزيمة. ضربات سياسية تتوالى على هادي وحكومته وتحالف الحرب إثر الضربات العسكرية التي تلقياها من نهم إلى الجوف فمأرب، وقد طوقتها قوات صنعاء وباتت على مشارفها، لتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى مأرب في محاولة لوقف سيناريوهات الحرب وما ستفضي إليه من تحولات في الواقع. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
ويبقى معنا أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء. أهلا بك أحمد، ماذا عن تطورات الصليف بداية؟ مرحبا رانا، هناك غارات جوية شنتها مقاتلة التحالف على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وهذه المنطقة هي منطقة يعني محافظة الحدود. أحمد حابينها نعم رانا، نعم الصوت يأتي متقطعا، تفضل. نعم، سبق لقوة صنعاء الانسحاب رأس عيسى أو في الحديدة، لكن هذه العملية التي أعلن عنها التحالف واستهدف من خلالها كما قال أهدافا نوعية، لم يتضح حتى هذه اللحظة ما هي هذه الأهداف النوعية التي استهدفها، ولم يكشف عن من صنعاء، لكن اجمالي الغارات التي استهدفت هذه المنطقه وفقا لمعلومات عسكريه وميدانيه نحو 6 غارات جويه استهدفت المنطقه تباعا منذ فجر اليوم وحتى ما قبل ساعات من الان، مع استمرار التحليق المتواصل في المنطقه، وهذا هو الخرق الاكبر لاتفاق السويد بعد خرق سابق لمقاتله التحالف السعودي على محافظة الحديدة من ديسمبر العام الماضي بعد التوقيع على هذا الاتفاق، اتفاق السويد بوقف إطلاق النار في جميع محاور القتال في محافظة الحديدة والساحل الغربي. ما هذا الخرق ربما سيقود إلى خروق أكبر وإلى أيضا أوسع الميدان. نعم أحمد، اسمح لنا أن نكتفي بهذا القدر لردات الصوت، شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا لك. ارتفع عدد الأمراء السعوديين المقبوض عليهم خلال الساعات الماضية. موقع ميدل إيست أي البريطاني قال إن ولي العهد محمد بن سلمان اعتقل 20 أميرا على الأقل من العائلة المالكة، وأشار الموقع إلى تأكده من 4 أسماء بين المعتقلين وهم الأمير أحمد بن عبد العزيز ونجلة نايف رئيس جهاز المخابرات والأمن للقوات البرية والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق إلى جانب أخيه نواف. ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن ابن سلمان أمر المعتقلين بإظهار ولائهم له، فيما عبر بعضهم عن ذلك عبر موقع تويتر. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أنه تم استدعاء وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف ووالده الأمير سعود بن نايف لاستجوابهما، وأضافت أن ولي العهد السعودي نفذ عملية قمع أمني واسعة باعتقال ضباط وموظفين مؤيدين للأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف. وفي سياق متصل قالت صحيفة واشنطن بوست أن التهم التي يواجهها الأمراء الذين تم اعتقالهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. بدورها كشفت وكالة رويترز أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز الأمراء 3 ووقع أمر الاعتقالات شخصيا وهو يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة. مصادر رويترز أشارت إلى أن المعتقلين يواجهون اتهامات بالخيانة وتهم الاتصال بقوى أجنبية بينها الولايات المتحدة لتنفيذ انقلاب. في مسيرة بن سلمان ما أشبه حملة اليوم بالأمس، فما مر على المملكة السعودية من أحداث حملت لمسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ ظهوره في المشهد السعودي. غراسيا بيطار والتفاصيل. أهلا بكم. أن يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى اعتقال عمه وابن عمه خبر لم يعد مدعاة استغراب إذا ما استعرضنا أسلوب الأمير الشاب منذ تعيينه وليا لولي العهد وكل ما رافقه من قرارات عاصفة وضعت في خانة السباق نحو العرش. هذا الفيديو الذي حرص ولي العهد على تعميمه وفيه يتنحى الأمير محمد بن نايف عن منصبه متمنيا التوفيق لولي العهد الجديد لا يمكن محوه من سجل بن سلمان، فتلك المبالغة في السلام وصفها كثيرون حينها بالمسرحية، ولاسيما أنها ترافقت مع الترويج لصورة بن نايف بأنه البائس العجوز والعاجز عن تسلم زمام الحكم. ليلة القبض على الأمراء هي النقطة الأكثر جدلا في سجل بن سلمان، ففي ليلة تشرينية من العام 2017 استفاقت المملكة على خبر احتجاز 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين والحاليين في فندق الريتز كارلتون بتهم فساد.
ومن بين المعتقلين حينها ضجت الأصوات بأسماء مثل الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، وشقيقه الأمير تركي بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق. ولغاية اليوم تقول منظمة Human Rights Watch الحقوقية إن بعض الأمراء المعتقلين ما زالوا محتجزين من دون أساس قانوني واضح، بالرغم من أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت سابقا إقفال الملف. وإذا كانت حملة الاعتقالات داخل السعودية وضعت في سياق إزاحة أي منافس لبن سلمان على العرش، فهي تخطت المملكة لتصل إلى لبنان وقضية احتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري وإجباره على الاستقالة من الرياض. نهاية محمد بن سلمان توقعها كثيرون بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، لكن النتيجة كانت أن ولي العهد أعلن تحمل المسؤولية كاملة عن الجريمة، مضحيا بأحد مستشاريه المقربين كسعود القحطاني الذي قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية إنه خطط لمقتل خاشقجي. وفي مقابل أسلوب الاعتقالات يرفع الأمير لواء الانفتاح، انفتاح تبلور في الداخل باستضافة العاصمة السعودية وللمرة الأولى مهرجانات وأسبوع الموضة وغيرها، على قاعدة اختصرها بن سلمان بقوله سأواجه التطرف وأعيد الاعتدال للمملكة. رأى الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أنه يجب على العراق أن يستعيد دوره الإقليمي والدولي. موقف شمخاني جاء خلال لقاء مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في بغداد، حيث أكد الأخير أن الشعب العراقي يتطلع لواقع سياسي من خلال قانون انتخاب جديد. كما التقى شمخاني رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ومن المقرر أن يجتمع بالرئيس العراقي ورئيس البرلمان. وحول هذا الزيارة ينضم إلينا من بغداد مراسل الميادين محمد الفاد. محمد أهلا بك، لو تضعنا في أجواء زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق، من المتوقع أن يلتقي أيضا رئيس الجمهورية وأيضا رئيس البرلمان. نعم رانا، منذ الصباح كانت جولة للأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني في العاصمة العراقية بغداد، وخلالها جرت عدة لقاءات. أبرز هذه اللقاءات كانت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وأيضا مع مستشار الأمن القومي الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. تطرق لعدة نقاط، وكان الأبرز في هذه النقاط هي القضايا السياسية والأمنية والصحية، لاعتبار أن هنالك مشتركات بين إيران والعراق كما يصنفها الضيف وكما يصنفها المسؤولون العراقيون، لاعتبار أن هنالك مشتركات سياسية، مشتركات أمنية، هنالك أيضا دور مشترك للبلدين فيما يخص مواجهة الإرهاب إن كان في العراق والدعم الإيراني للعراقيين، وكذلك المواقف الدولية المؤثرة في المنطقة للدولتين. من المقرر أيضا أن يجتمع شمخاني بعد أن أنهى يعني جلسة اليوم مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وعدد من الشخصيات السياسية العراقية، وتحديدا من المكونات السياسية الشيعية في منزل عمار الحكيم. وأيضا تطرقت لعدة ملفات، الأبرز فيها هو دعم الموقف العراقي، دعم دور العراق دوليا وإقليميا، وكذلك المساهمة في مواجهة الملفات المشتركة إن كانت صحية على مستوى فيروس كورونا وما ألقى بظلاله السلبية على ربما التواصل التجاري والسياحي بين البلدين، وأيضا الأزمة التي يشهدها العراق ومستقبل وجود الأمريكي والاعتداءات الأمريكية التي طالت قيادات البلدين. كذلك من المؤمل أن يلتقي مساء اليوم مع رئيس الجمهورية برهم صالح، وستفتح نفس هذه الملفات التي تم فتحها مع مسؤولين آخرين، وربما أيضا وفق الأجندة قد يجتمع مع رئيس البرلمان العراقي. الزيارة وفق المراقبين هي زيارة
مهمة في هذا التوقيت في ظل التطورات المتصاعدة في المنطقة، في ظل التصعيد بين طهران وواشنطن أيضا، وبالتالي لهذه الرسالة لهذه الزيارة رسائل متعددة، إن كانت على المستوى السياسي الأمني كذلك الصحي، إلى من ربما يريد أن يوسع الفجوة بين البلدين أو يؤثر على علاقات البلدين الجارين كما يقول المراقبون. شكرا جزيلا لك محمد الفهد مراسل الميادين في بغداد على كل هذه المعلومات، شكرا لك. في غضون ذلك تستمر القوى السياسية العراقية في مشاوراتها حول اسم الشخصية التي سيكلفها الرئيس العراقي بتأليف الحكومة، والبحث يتركز حول مرشح يحظى بقبول من الشارع والقوى السياسية. عبد الله بدران. لا تتوقف الاجتماعات بين قوى الإصلاح والبناء وبين الرئاسات العراقية ولا تتوقف الاتصالات. اتصالات سياسية بين بغداد وأربيل كلها في إطار تحديد هوية الرئيس المطلوب تكليفه تأليف حكومة المرحلة المقبلة. المقترح الأخير بين قوى المكون الشيعي كانت بتقديم مستقل يقود حكومة مختصرة لمرحلة مؤقتة، الأهم فيها انتخابات نيابية مبكرة وتحديد موعدها. الجذر الأساسي هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة وتغيير هذه الوجوه وتغيير الخارطة السياسية. هذا يتحقق عبر أمور عدة، منها إكمال إقرار قانون الانتخابات. الشارع العراقي ما زال في حركه بين ساحتي التحرير والحبوب بشكل أساس، تحدي مستمر لأي طرح من القوى السياسية انتهى بمقترح قدمته قوى في التظاهرات سبق ودعت له القوى السياسية وعدد من الرئاسات. أساس الطرح أن تتم المباشرة بتشكيل هيئة تمثل المتظاهرين للتفاوض، لكن لم يعلن الأمر بعد. الفراغ الدستوري أمر مستبعد حاليا لوجود ما يكفي في الدستور، لكن عدم وجود التوافقية هي من يضع العصا في عجلة هذا الفراغ. الرئاسة المشروطة أحد أهم البنود التي تحشر القوى السياسية في خياراتها، فهي تصر على أن من يقود الحكومة المؤقتة لا يشترك فيما يليها. 15 يوما أمام الرئيس العراقي والأحزاب والتيارات لتقديم مرشح يقود حكومة المرحلة المقبلة، انقضى نصفها وبقي لنصفها الآخر، أمل سياسي بإقناع القوى السنية والكردية بشخص مكلف في حال حسم التوافق الشيعي حوله. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. في خرق لوقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه اخيرا، استهدف مسلح جبهه النصره بقذائف صاروخيه نقاط انتشار الجيش السوري وحلفائه في قريه الشيخ عقيل بريف حلب الشماليه الغربيه وفي منطقه جمعيه الامين بريف حلب الغربي. هذا فيما اعلن المركز الروسي للمصالحه في سوريا ان المسلحين المتمركزين في محافظه ادلب انتهكوا 19 مره نظام وقف اطلاق النار في المنطقة. وبعد إغلاق لنحو أسبوعين بسبب المعارك، أعادت السلطات السورية فتح طريق حلب دمشق الدولي أمام المدنيين والحركة التجارية. وكان الجيش السوري أعلن انتهاء وحدات الهندسة العسكرية لديه من تمشيط كامل الجزء الذي شهد معارك، فيما عملت الدوائر الحكومية على إعادة تأهيل الطريق. والحمد لله رب العالمين، بهمة بواسطة الجيش تم تحرير هذا الطريق وحركة السير اعتيادية جدا. ونحن لأول مرة منذ عام 2011، يعني أنا لأول مرة من الشهر الثالث 2011 نمشي على الطريق، والحمد لله رب العالمين. فهذا الطريق وهذه المساحات الشاسعة التي تعمدت بدماء الشهداء وتطهرت بدمائهم، كل الشكر للجيش العربي السوري والقوات المسلحة والقوات الرديفة. يسود الاعتقاد في إسرائيل بأن الأمال التي علقوها على تراجع الدعم الإيراني لمحور المقاومة بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني كانت سابقة لأوانها في ظل استمرار هذا الدعم على عدة مسارات. هيثم عباني. خيبة الأمل الإسرائيلية من الرهان على استشهاد الفريق قاسم سليماني لإضعاف الدعم الإيراني لسوريا وحزب الله ظهرت مجددا على وقع المعارك التي جرت أخيرا في منطقة إدلب والإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة.
فبعد معركة سراقب التي أشعلت الأضواء الحمراء لدى الجيش الإسرائيلي، كشف معلقون عسكريون أن العملية الإيرانية بالتعاون مع النظام السوري تشير عمليا إلى تلاشي الآمال التي تعالت في إسرائيل في أعقاب استشهاد سليماني. فالتقديرات التي سادت في إسرائيل أن الإيرانيين سيعيدون النظر في نشاطهم في سوريا بعد اغتيال سليماني تبين خطأها، بحسب المعلقين الذين أشاروا إلى أن نشاطات قوة القدس التابعة للحرس الثوري مستمرة بالكثافة نفسها وبالنمط نفسه اللذين سادا عندما كان سليماني على قيد الحياة. ووفق المعلقين أنفسهم، فإن إيران لا تزال تعمل على 3 مسارات في سوريا. الأول، إيجاد قدرات تلحق ضررا بقوات الجيش الإسرائيلي. والثاني، نقل وسائل قتالية متطورة ونوعية إلى حلفائها في سوريا. أما المسار الثالث فهو إنتاج صواريخ دقيقة لاستخدامها في المعركة ضد إسرائيل. المعلقون حذروا من أن أنظار العالم مسلطة على ما يجري في إدلب، لكن في إسرائيل يجب ألا تحرف الأزمة السياسية الداخلية وعدم الاكتراث العالمي الانتباه عن التطورات المقلقة إزاء إيران. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسلحون يقتلون 3 أشخاص في إقليم لوجار في أفغانستان. أهلا بكم من جديد. تدخل الانتخابات الأمريكية التمهيدية مرحلة جديدة بعدما انحصر السباق في الحزب الديمقراطي بمواجهة ثنائية بين جو بايدن وبيرني ساندرز. تقرير حسن شرارة. تشتد وتيرة المنافسة بين المرشحين لرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، حيث يسعى كل من جو بايدن وبيرني ساندرز مع انحصار المنافسة بينهما بعد انسحاب كافة مرشحي الحزب الديمقراطي إلى حصد العدد الأكبر من مندوبي الولايات على طريق معركة الوصول إلى سدة الرئاسة. كما تعلمون، يحب السيناتور ساندرز القول إنه سيحتاج إلى إقبال قياسي لهزيمة دونالد ترامب. إنه على حق، نحن الحملة التي ستقوم بهذا الإقبال القياسي. في زيارته تلك إلى ولاية ميزوري، إحدى الولايات الست التي ستصوت الثلاثاء المقبل ضمن الانتخابات التمهيدية المحددة للمرشح الأوفر حظا في مواجهة ترامب، رأى بايدن أن الأمور تغيرت في غضون أسبوع، مذكرا بفوزه في ولاية كارولاينا الجنوبية الذي قلب الموازين لصالحه عقب الثلاثاء الكبير. وفيما ترجح الكفة لصالح بايدن بحسب المؤشرات، يحاول ساندرز شد عصب حملته الانتخابية عبر تكثيف هجماته على بايدن. عندما قررت الولايات المتحدة غزو العراق، وهو خطأ فادح في السياسة الخارجية في تاريخ البلاد، كلفنا تريليونات الدولارات. صوت أحدنا لصالح تلك الحرب وكان جو بايدن، فيما قاد أحدنا المعارضة لتلك الحرب وكان بيرني ساندرز. وبرغم شدة المنافسة، يجتمع مرشح البيت الواحد على أهمية المواجهة النهائية لترامب. يتعهد بايدن بعدم تحويل تلك الانتخابات التمهيدية إلى هجمات متبادلة مع منافسه ساندرز، لأنها أفضل وسيلة لإعادة ترامب إلى سدة الرئاسة، ليصف ساندرز ترامب بالرئيس الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر وبالمصاب بالكذب المرضي، مشددا على ضرورة هزيمته. غادر المستشفيات في الصين أكثر من 57,000 بعدما تأكد شفاؤهم من فيروس كورونا. وفي تراجع جديد لعدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، سجلت الصين وفاة 27 شخصا وإصابة 44 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. أمل بشفاء قريب ينتظره مرضى فيروس كورونا في الصين، وذلك بعد وصول عدد الذين تعافوا إلى نحو 57,000. أسرة فارغة ودعت مرضاها على أمل عدم العودة إليها مرة أخرى، هي أسرة المستشفى المؤقت في مدينة ووهان الذي أنهى أعماله بعد خروج جميع المرضى منه، وذلك بعد تعقيمه.
تراجع في عدد الوفيات تشهده الصين يبعث على التفاؤل ويعكس وجود إرادة صلبة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره. بيد أن تفشي الفيروس بدأ يأخذ منحا آخر في إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في أوروبا على الرغم من تراجع المعدل اليومي للوفيات. فضمن جهود مواجهة انتشار كورونا قررت الحكومة فرض حجر صحي على ملايين الأشخاص في شمالي البلاد شمل مدينتي ميلانو والبندقية إضافة إلى إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من أماكن الترفيه. علمت بهذا المرسوم، لذلك لا يمكنني المخاطرة بالحصول على الحظر هنا. التواصل من قبل الحكومة ليس واضحا حتى الآن، الأمر الذي لا يساعدنا على تحديد ما يجب علينا فعله. إذا كان ذلك ضروريا فسنقوم به وسنقبل القرار، لكن بالنسبة إلي فكل شيء يبدو أكثر من اللازم. كورونا كان على مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه خلال تجمع لكبرى الشخصيات السياسية المحافظة في أمريكا، حيث تأكدت إصابة أحد الحاضرين، فيما تسجل الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات بمقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة. في المقابل تنصب المساعي العلمية والطبية على تطوير علاج للفيروس آخرها استخدام أجزاء من الجهاز المناعي مأخوذة من أفراد تعافوا من المرض. وإلى حين إيجاد لقاح يعيد للعالم حيويته ونشاطه ينتظر آلاف المرضى بفارغ الصبر العودة من جديد إلى روتين حياة طبيعية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الصحفي في مجلة الصين اليوم طه بينغ. أهلا بك سيد طه. إذن أكثر من 57 ألفا غادروا المستشفيات، ما الذي تقوله هذه الأرقام عن واقع الكورونا في الصين وأيضا إمكانية انعكاس هذا الواقع على البلدان الباقية؟ أهلا وسهلا سادة. طبعا كلنا نعرف الآن أن الصين قد وصل إلى مرحلة حاسمة ضد الفيروس كورونا الجديدة، والآن تم إغلاق 11 مستشفى مؤقتة في مدينة ووخان التي تعتبر البؤرة الفيروس كورونا الجديدة، وهذا يدل على الصحة التدابير والإجراءات الحكومة الصين ضد هذا الفيروس الجديدة، وهذا وكذلك هذا بعد بذل الجهود والضحايا من الشعب الصيني كلها. وبلا شك هذا يعتبر إشارة إيجابية واضحة على تحسن الصين تجاه هذا الفيروس الكورونا الجديد. سيد طه، هل يمكن القول بأن الصين اليوم انتقلت من مرحلة الانتشار انتشار لفيروس الكورونا إلى مرحلة الاحتواء والمعالجة، أم لا يزال من المبكر الحديث عن هذه المرحلة وهذا التقدم؟ نعم، حسب الإحصاء اليوم من قبل حكومة الصين الآن شهد تراجع سريع لعدد الإصابات خارج ووخان، يعني في كل مدن الصين خارج ووخان شهدت نسميها زيادة صفر لعدد الإصابات، ولكن يأتي المرحلة الحاسمة الجديدة هو الدخول لبعض المصابين من خارج الصين إلى الداخل، حيث يعني الصين قريبة من كوريا الجنوبية واليابان، ولكن يعني شهد هذه الدول الأزمة كبيرة في الزيادة السريعة في الإصابات. طيب سيد طه، هل هناك من إجراء فعال اعتمدتها الصين يمكن أن تنصح به باقي الدول أو حتى أن تصدره إلى الخارج إنجاز التعبير؟ نعم، حسب التجربة الصين في هذا المعركة أو حرب ضد الفيروس الجديد ممكن نستفيد من بعض الخبرات كمثل تقليل الخروج من الخارج والتقليل تجمع الناس في الأماكن العامة، وكذلك كيف تشخيص الحالات في أسرع وقت أو في أبكر وقت ممكن، وثم أخذ بعض العلاجات علاجا لازم، وطبعا هذا بالإضافة إلى تعميم التوعية الشعبية
في بعض العادات الصحي كمثل غسل الأيدي والتعقيم المنازل وعدم الخروج كثيرا إلى الأماكن العامة. شكرا جزيلا لك سيد طه بينغ الصحفي في مجلة الصين اليوم، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. شكرا. بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسن دياب أن لبنان سيتوقف عن دفع سندات اليورو باوند الذي يستحق دفعها هذا الأسبوع، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز أن جمعية المصارف اللبنانية مستعدة للتحدث عن مع الدائنين الأجانب للسعي إلى إعادة هيكلة الديون. المصدر توقع بدء المفاوضات في غضون نحو أسبوعين. بدوره قال وزير الاقتصاد اللبناني أن المفاوضات لن تستغرق أكثر من 9 أشهر إذا خلصت النوايا. رئيس الحكومة اللبنانية كان أكد أن الدولة ستسعى إلى إعادة هيكلة الدين العام. إن احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 أذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. وتعهد دياب ضبط التهرب الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة بدأت بإعداد استراتيجية لمكافحة الفساد. لم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد. ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة مع الدائنين كافة تلتزم المعايير العالمية المثلى. لبنان ليس أول بلد يعلق سداد ديون المستحقة، سبقته دول عديدة تعثرت في الدفع وأعادت هيكلة ديونها. هذه جولة على بعض أبرز هذه الدول مع ملاك خالد. أهلا بكم. نحو 50 دولة حول العالم تخلفت عن سداد ديون داخلية وخارجية قبل لبنان، بينها روسيا وقبرص واليونان وموزمبيق وأيسلندا وفنزويلا والإكوادور والمكسيك. روسيا عام 98 توقفت عن سداد ديون خارجية بعدما بلغت نحو 141 مليار دولار، فيما بلغ الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار. الأرجنتين سجلت أكبر عملية تخلف عن السداد في التاريخ عام 2001، بلغ الدين الداخلي وحده 100 مليار دولار. عانت البلاد من ركود اقتصادي ل3 سنوات عندما قررت الحكومة وقف دفع الدين وحددت سقوفا لسحب الأموال من المصارف واعتمدت خططا تقشفية قاسية. عام 2008 علقت الإكوادور سداد 40% من دينها الخارجي البالغ نحو 10 مليارات دولار. كانت هذه ثالث مرة تتوقف فيها الإكوادور أحاديا عن سداد الديون خلال 14 عاما بسبب ما وصف بالتضخم غير القانوني خلال مفاوضات إعادة هيكلة الديون مع الدائنين. عام 2015 اليونان تخلفت مرتين عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي. الاتحاد الأوروبي تدخل وأقر قرضا عاجلا لأن تخلف أثينا عن سداد ديونها ممكن أن يهز تماسك منطقة اليورو اقتصاديا. هذا الأمر أتاح لليونان تجاوز العثرة الاقتصادية وإعادة جدول ديونها المقدرة ب 86 مليار دولار على مدى 3 سنوات. عامي 2017 و2018 فنزويلا تخلفت عن سداد ديون الخارجية تقدر بأكثر من 150 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها. هذه الأمور تسببت بافتقاد البلاد لأساسيات الحياة من غذاء ودواء. تعمقت الانشقاقات داخل حركة النهضة التونسية بإعلان القيادي عبد الحميد الجلاصي استقالته من الحركة التي يتزعمها راشد الغنوشي. الجلاصي أكد أن النهضة لم تعد ملتزمة بمبادئها وقد تم استنزاف رصيدها من الأخلاق والقيم والأركان التأسيسية. سامح البغان. عبد الحميد الجلاصي المعروف بالرجل الثاني في حركة النهضة يستقيل من الحركة، استقالة لن تكون كغيرها من الاستقالات التي عرفتها النهضة بحسب متابعينا، لأنها أتت في زمن انطلق فيه التفكك البنيوي للحركة، تفكك برز في الصراعات الداخلية وفي محاولة التموقع،
صراع استنزف الصورة الرمزية للشيخ بعد الانتقادات اللاذعة التي أطلقها جلاسي وأعلانه أن الحركة ليست ديمقراطية في داخلها. الحركة فقدت بصمتها التغييرية في تقدير النهضة، غلبت المعتم تاع التأمين ربما الذاتي والدخول منها في الدولة. هذه ليست أول استقالة في الحركة، الحركة ليست سجنا، الحركة إطار للعمل الوطني، فيه من يدخل فيه من يخرج. شريحة كبيرة داخل الحركة دعت بعد استقالة جلاسي إلى ضرورة عقد المؤتمر السنوي للحركة لإعادة هيكلتها، محذرة من استمرار نزيف الاستقالات مع مساعي بعض القيادات إلى ثني جلاسي عن قراره، محاولة وإن نجحت في إعادة الرجل إلى أحضان الحركة تأتي متأخرة. فالنهضة وفق مراقبين قد تلقت ضربة موجعة بنص استقالة جلاسي الذي جردها من كل قداسة وكشف حدة خلافاتها الداخلية وهيمنة عقلية الجماعة القديمة التي لا تزال تحكمها. حركة النهضة إذا يعني لم تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية الداخلية، وإذا لم تسيطر أو على الأقل هنا تحيد الانتهازيين من صفوفها، فقد تلقى يعني مصير أحزاب أخرى ربما تشققت. استقالة جلاسي لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة، فقد سبق أن قدمت قيادات من الصف الأول استقالتها من الحركة احتجاجا على سياسة الغنوشي وانفراده بالرأي في تسيير الحركة، ومن أبرزها زياد العذاري الأمين العام للحركة. جدل كبير أثارته استقالة القيادي في حركة النهضة عبد الحميد جلاسي التي أسهمت في أحداث المزيد من التوتر داخل الحركة وكشفت عمق الخلافات والانشقاقات في صفوفها. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. في أفغانستان قتل مسلحون 3 أشخاص بينهم عضو في مجلس إقليم لوجار بشرق البلاد، وتأتي العملية بعد أيام على هجوم استهدف تجمعا لمناسبة دينية أدى إلى استشهاد نحو 32 مدنيا تبناه تنظيم داعش. حركة طالبان كانت أعلنت استئناف عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية بعد انتهاء هدنة استمرت نحو أسبوع. رفض القصر الملكي في ماليزيا ما ذكرته صحيفة الغارديان من أنه قام بانقلاب ملكي من خلال تعيين رئيس وزراء للبلاد بعد استقالة مهاتير محمد. بيان للقصر قال إن الملك عبد الله سلطان أحمد شاه استخدم صلاحياته الدستورية، وليس كما ذكرت الغارديان أنه انقلب على نتيجة انتخابات ديمقراطية بتعيين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء رغم إعلان معسكر المعارضة تحقيق الغالبية. أنقذ خفر السواحل الإسباني 115 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط من المغرب نحو أوروبا، وعثر على قاربين عالقين في البحر قبالة ملقى يقلان عشرات المهاجرين بينهم 29 امرأة وطفلان نقلوا إلى السواحل الإسبانية، حيث تولى الصليب الأحمر تقديم المساعدات الطارئة لهم. شاركت السيدة السورية الأولى أسماء الأسد في احتفال جمعية بسمة بافتتاح التوسعة الأولى لمركز علاج الأطفال المصابين بالسرطان في مشفى البيروني الجامعي بدمشق، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان. السيدة الأسد وجهت رسائل دعم للأطفال المرضى ولعائلاتهم.
في يومها العالمي رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية للمرأة ضرورة عالمية كأساس لبناء عولمة عادلة. غوتيريش دعا لأن يكون القرن 21 قرن المساواة بين المرأة والرجل. وفي هذا الإطار تقرير للمنظمة الدولية أن التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين متعثر، محذرا من أن عدم المساواة والطوارئ المناخية والصراعات وسياسات الاستبعاد تمثل عوامل تهديد للتقدم نحو المساواة بين الجنسين. وفيما تحتفل المرأة بيومها العالمي، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن أكثر من 45 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. القانوع أضاف أن ممارسة الاحتلال القمع ضد المرأة الفلسطينية واعتقال الأسيرات في ظروف صعبة دليل على إرهاب هذا الكيان الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية. وأكد أن المرأة الفلسطينية ستبقى رائدة في معركة التحرر من الاحتلال. يعد المدرج الروماني من أشهر المواقع الأثرية السياحية في العاصمة الأردنية عمان، فأي سائح يزور الأردن لابد له من وقفة مع هذا الصرح التاريخي العريق. لنا شاهين. جبل الجوفة وسط العاصمة عمان شيد المدرج الروماني في القرن الثاني الميلادي، وهو عبارة عن مسرح يمتد مع هذه الساحة على مساحة 7600 متر مربع. المدرج الروماني بني تكريما لمرور الامبراطور الروماني ماريوس اوريوس. طبعا المدرج يتسع ل 6000 شخص، كان يستخدم للمسرحيات ايام والمبارزه والمصارعه والفنون القتاليه. كيف كان يستوي الفقراء والاغنياء في الاستماع والاستمتاع داخل هذا المدرج الروماني؟ طبعا هو من خلال التقسيمات الموجوده، المدرج مقسم إلى ثلاث درجات، إلى ثلاث صفوف. الدرجة الأولى لعلية القوم والطبقة الحاكمة، والدرجة الثانية والثالثة إلى عامة الشعب. المدرج الصغير اللي هو مسرح الأوديوم، هذا المسرح مصغر كان يتسع ل 300 شخص، كان يقام فيه الفعاليات لعلية القوم. كيف كان يتميز نظام الصوت؟ يتميز نظام الصوت هو على عملية الصدى. الآن مكان ما أنا واقف الآن وأجري المقابلة، الآن الصوت له صدى، فهنا كان اللي بده يلقي أي شيء أو بده يغني أو بده يلقي كلمة كان يقف من هاي النقطة اللي هي موجودة على الأرض. الآن لو انتقلنا لمكان آخر بنفس الصحن ما بتسمعوا نفس الصوت اللي موجود. لان شاهين عمان الميادين. الى العناوين مجددا. مع تقدم القوات المسلحة اليمنية على مختلف محاور جبهة الجوف، السعودية تعلن تنفيذ عملية نوعية في الصليف شمال غرب الحديدة. وسائل إعلام غربية تتحدث عن اعتقال 20 أميرا في السعودية وعملية قمع أمنية واسعة لمؤيديهم. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يبحث في العراق العلاقات المشتركة والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. بايدن يتعهد بعدم تحويل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إلى هجمات متبادلة مع ساندرز، والأخير يصفه بالصديق. شفاء أكثر من 57 ألف شخص في الصين من فيروس كورونا، وإغلاق مستشفى ووهان المؤقت بعد خروج جميع مرضاه. وفي اليوم العالمي للمرأة، الأمم المتحدة تؤكد أن تحقيق المساواة أساس بناء عولمة عادلة.
للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.